سرطان الثدي. ليش اليوم ضروري انه احنا نوعي بسرطان الثدي وخاصة في شهر اكتوبر؟ لان من كل 12 امرأة بالعالم تنصاب وحدة. فتعالوا ويانا بهذا الفيديو نعرف هواية تفاصيل عن سرطان الثدي. ما هي البداية لسرطان الثدي؟ اليوم احنا شلون نعرف عندنا سرطان ثدي لا سامح الله؟ اول شيء لازم نميزه انه وجود كتلة صلبة غير مرنة وغير قابلة للتحرك تحت الأبط أو حول الثدي، خاصة أثناء الفحص الذاتي اللي تسويه بالبيت. أيضا تميزين الشكل والحجم، لازم ما يكونن مختلفات، وفي بعض الأحيان يكون عندنا الجلد متجعد. أيضا هاي كلها العوامل تؤدي إلى ظهور أول علامات سرطان الثدي. لازم نعرف أيضا الدرجات ما سرطان الثدي. عندنا الزيرو وعندنا من 1 إلى 4 وعندنا 4. الزيرو شنو يكون؟ يكون عبارة عن ورم بس ما يغزو أنسجة الثدي وغير قابل للانتشار، بس لازم انه احنا نراجع ونفحصه لان ممكن ينتشر بعدين. اما الدرجة من 1 إلى 4 هذه تكون عبارة عن ورم ممكن يغزو أنسجة الثدي لكن بعد توا يعني يريد ينتشر بس لحد الآن ما منتشر. أما الدرجة الرابعة اللي هو يكون عبارة عن ورم لكن هنا انتشر إلى الجسم وخاصة إلى الرئة والعظام والكبد، هنا ممكن احنا نسيطر عليه لكن بالعلاج. هسه رح نحكي عن فحص سرطان الثدي وهو كلش مهم. أول شيء مثل ما قلنا بداية الفيديو أنه نفحص فحص ذاتي ونشوف إذا أكو كتلة موجودة أو لا، بالإضافة إلى الفحص بالأشعة السينية اللي موجود بمراكز فحص الثدي ومراكز السونار بصورة عامة، وأيضا جهاز الماموغرام اللي هو كلش ينطي إنديكيشن كلش عالي، بالإضافة إلى جهاز الرنين المغناطيسي. طبعا هذا كله باستشارة طبيب. أيضا أكو فحص بالخزعالي حددها الطبيب بجراحة، هذه يأخذون نسيج ويكتشفون في حال أنه أكو وجود خلية سرطانية وهو الدليل القطعي لوجود سرطان الثدي. بعدها يكون الفحص التدرجات اللي هي يكون يا أما 0 يا أما من 1 إلى 4 أو 4. أما أسباب سرطان الثدي، من يجينا سرطان الثدي؟ طبعا أكو عدة عوامل، أهمها العامل الوراثي اللي هو في حال وجود شخص بالعائلة عنده سرطان ثدي، أو عيوب بالجينات اللي هي تكون نتيجة عوامل خارجية مثل التعرض للإشعاع بالطفولة، وأيضا أكل لحوم اللي هي تكون بها هيدروكربونات عالية، بالإضافة إلى عوامل أخرى. العوامل الأخرى تشمل مثلا الجنس اللي يكون بالأنثى أكثر من الرجال، وما ننسى أنه الرجال ممكن ينصابون أيضا بسرطان الثدي، بالإضافة إلى العمر، أكثر شيء يكون أكبر من 40 سنة، لكن هذا ما يعني أنه إحنا ما ننصاب أقل من 40، بالإضافة إلى الوزن وعوامل خارجية مثل التدخين. هذا كل اللي حكينا أنه إحنا لازم اليوم نروح نسوي فحص الأمنا والنفسنا وأيضا الأختنا والأطفالنا. ما ننسى أنه سرطان الثدي خلال سنة يتضاعف من 50 إلى 200 خلية سرطانية، أي أنه هو كلش سريع بالانتشار. فدير بالكم على صحتكم، واليوم قبل باكر لازم تسوون فحص. صيدلانية سجا وياكم، نشوفكم غير فيديو، باي باي.